السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حلقتنا وين نحصر المتسعات اللي نصلح بهن الخارطة مالت الشاحنة، مثل شاحنة الموبايل نحصلها طبعا بالخرائط الإلكترونية مال مصابيح الليد، يعني هذه ينفتح، وبالخرائط الإلكترونية مال الستلايت النوعيات القديمة تلقيهن بجهة الخارج، يعني مو بجهة الكهرباء. يعني هذان المتسعات اللي وضحناهن البارحة بالشاحنة، هذه الـ400 نلقيها بالخرائط مالت المصابيح الليد. هسه راح اراوي، هسه هذا نوع من انواع المصابيح المفتحة، ونطلع الخريطة مالته، هاي من هنا تطلع ومن هنا. هاي الخارطة، لاحظ عزيزي المشاهد، هاي المتسعة، هاي قد حجمها، هاي المتسعة 10 UF 150، يعني هاي الصير، هاي المتسعة الصير. هسه هذي حتى لو نكسرها كسر لان هي رجليها طوال. هسه هاي لاحظ عزيزي المشاهد، طريقة سهلة، هاي متسعة صارت عندي 10 UF، اما بحسب المقياس الشفاي ما بيها ضعف مبينة. وبعدين اجي لل 16 في 1000 القيها بالخرائط الالكترونية مالت الستلايتات، مش اكو خرائط مثل هاي القيها بذني مال الخارج، فافتحها منها بالسولدر واطلعها، طريقة سهلة ومو صعبة، وهذا الليدات كلش هواي منتشرة. وهسه ان شاء الله راح اسوي بها شرح على قناتي باليوتيوب، ايجابيات يوتيوب، واشرح طريقة يعني فتحها وشدها وعمل، يعني نتائج العمل. وهسه ادعمونا بالصلاة على محمد وآل محمد بالتعليقات، ولايك ومتابعة، وشكرا لكم.